بخصوص سؤالك على زيدان. زيدان بالحقيقة أرسل لي والد زيدان أرسل لي مسج يعتذر بحضور زيدان إلى معسكر التدريب وكذلك إلى الدولة الودية اللي تقام فيها لندن. حقيقة صار اتصال بيني وبينه، هو متصل من قبل بالسيد رئيس الاتحاد، فهم أنه عن لسان زيدان أنه يريد أن يركز في النادي. لأن تعرف أنه بعد أنه معسكر اللي كان مع الفريق الأول الآن هو مع الفريق الرديف، فريق تحت 23، فطلب أن يكون متواجد مع النادي وتركيزه مع النادي. هذه الرسالة اللي وصلت. أنا طلبت من عنده شيء واحد، يجب أن يجاوب أو يرسل كتاب على ضوء الكتاب اللي يرسل لنادي مانشستر، أن يجاوب على خطاب الاتحاد العراقي حتى يكون هذا وثيقة لنا ونظر هذا اللي صار بينه وبين الوالد زين. فقط بس توضيح يا سماحة، اليوم نتحدث عن لاعب محترف، يعني ما نتحدث عن والده اتصل بالكابتن المهدي، هذه كانت الخطابات الأولية، بس اللي كان في مع بعض كان اتصال مباشر مع زيدان، وأكد بشكل رسمي زيدان عنه هو بشكل شخصي أنه هو يركز مع النادي في الوقت الحالي، وانضمامه للمنتخب الوطني سيكون لاحقا، ولكن ليس في هذه البطولة. إضافة إلى ذلك أيضا على الحمادي أرسل خطاب أنه يعتذر بسبب انه النادي عنده مباراتين ومباراة الكاس، صار اتصال بينه وبين علي، فهمت الموضوع ما في فدي ماكس ايام فقط حتى للحضور، لكن يقول يجب ان يكون تركيزي مع النادي في هذه الفتره. ولهذا السبب اليوم شفتهم القائمه اللي ظهرت هم اسمائهم ما كانت موجوده، لكن الحقيقه انه بالدعوه الاوليه هم كانوا موجودين، وهذه الخطابات اللي يرسلت واللي يريد يحب انه يشوف الخطابات اللي يرسلت هذه ارسلت موجودات.